في شيء يسمونه كوبوت وفي شيء يسمونه روبوت. الكوبوت يعني روبوت اللي يشتغل ويا البشر. نحن هسه نطور كل الروبوتات على انها تكون كوبوت، تكون تشتغل مع البشر، لان النقطه الجايه طويل العمر ما بعد ما نطور روبوتات انها تكون تشتغل في بيئه فيها ناس طويل العمر بدون ما انت تطلع البشر او تضيف سنسورات مختلفه او امور ثانيه. فمثل ما شفت طويل العمر الروبوت اللي هناك، نبغى نضيف عليه ايد روبوتيه تخلي الروبوت يشل الاغراض ويحركها.